السلام عليكم يا شباب، هنكمل دلوقتي مع بعض برضو الفكر البيزنطي من خلال الأوفر. هنلاقي برضو ان في بيتين مشهورين بشكل عام كده، تمام كده اهوت زي ما احنا شايفين دلوقتي. في قبة موجودة على اليمين، ده اكيد نظر فيها شوف شكلها عامل ازاي، وقبة تانية موجودة على الشمال، ده برضو نظر فيها شوف شكلها عامل ازاي. القبة على اليمين ديت قبة اسمها قبة ساسانية، تمام كده، دي ديت راجعة لمدينة اسمها ساسان موجودة عندنا في ايران، تمام. القبة على الشمال ديت اسمها قبة بيزنطية، طبعا راجع لي مدينة بيزنطة اللي هي دلوقتي اسطنبول، تمام كده. ازاي افرق بينهم؟ هتلاقي لو انت عملت سيكشن في القبة البيزنطية هتلاقي العقد بتاعها تمام نص دايرة. تاني لو انا جيت عملت سيكشن في القبة هتلاقي العقد بتاعها نص دايرة. طب القبة التانية دي اللي هي الساسانية لو عملت قطاع فيها سيكشن فيها هلاقي القطاع بتاعها القبة بتاعي قطاعها ايه؟ هلاقي القطاع بتاعي القبة بتاعها عقد مدبب. ده الفرق بين الاتنين، وده قبة إلى حد ما القطاع بتاعها عقد مدبب، تمام كده اهوت، ده هو ذا بوينت. أما الناحية التانية هلاقيه ايه؟ نص داير، تمام. هتلاقي الفكر البيزنطي اتطور كمان عن الفكر الموجود في ساسان. اتطور عن طريق ايه؟ ان ابتدع كمان افكار مختلفة من خلال انصاف القباب، تمام. يعني الفكر التقليدي اللي كان موجود في ايران او في بلاد فارس او في حضارة بلاد ما بين النهرين او بلاد ما بين البلاد الرافدين، هلاقي ان مفيش انصاف قباب، هلاقي الكيرف ده والكيرف دوت في الاربع اتجاهات وفوقيه القبة. لكن كمان ان انا احط في كل ركن من الاركان نص دايرة، تمام، او نص طبعا ربع كورة بقى، دي مش كده، دي كانت جديدة، يعني كأني جبت كورة وقسمتها لثلاثة، دي جديدة يعني. طب ليه عمل كده؟ ليه عمل الانتيرو ديزاين ان هو يعمل تمام انصاف قباب موجودة عندي في كل ركن من الاركان كده اهو. ادي عندي في منتهى الاهمية، لان ديت هتخفف من الاحمال. يعني تخيل لو هنا في عندي اربع اعمدة عشان بيتحمل عليها القبة، مش كده، الاعمدة ديت القطر بتاعها هيقل لو في عندي ان هوت تمام اربع انصاف قباب. دي يعتبر بالنسبه لي اكتاف، والاحمال هتتنقل عليها على المحيط بتاع الدايره. شايفين المحيط بتاع الدايره ده اهو، ها ده كل ده بيتنقل عليه احمال. فده معناه ايه؟ معناه القبه يكاد يكون هي طايره. يعني انا ممكن كمان اخلي نواه الاعمده ديت اعمده لا تذكر، ممكن تبقاش موجوده اساسا من كتر ما الاحمال دي كلها بتتوزع على اربع تركان، تمام كده. ولذلك القبه بتاعتي بقت قبه طايره، قبه طايره على اربع، تمام، على اربع ايه، على اربع اركان او على اربع انصاف قباب اهو. السكتش ده بيوضح الفكر ده، شايفين القبه ديت مرتكزه على القبه على اليمين وعلى القبه على الشمال. طبعا على اليمين والشمال ديت مش قبه كامله، دي تعتبر انصاف قباب، تمام. فاصبح اللود اللي جاي لي فيرتيكال هيبتدي ان هو يتوزع يمين وشمال، وبعد كده هينزل على ايه، على كيرف تاني يمين وشمال لحد ما ينزل ايه بعيد على الارض، تمام كده يا شباب. الفكر ده ما كانش موجود قبل كده، ده ظهر وبدأوا يفكروا فيه في بيزنطة وبدأوا يطبقوه على كتير من الايه، من الكنائس. طيب الناحية التانية الموضوع مش كده، بصوا كده معايا على السكشن ده والسكشن ده، اهو السكشن دوت القطاع بتاعه قطاع ايه، عقد مدبب. السكشن ده القطاع بتاعه قطاع ايه، نص دايرة، تمام. بص على البلان هنا، طبعا دوت اللي على اليمين دوت وسط ثاني، وده اللي على الشمال ده هو الفكر البيزنطي، تمام كده يا شباب. طب ايه المطلوب مني دلوقتي؟ ان انا هبدا اجيب A4 وهبدا ارسم اشكال القباب، وهبدا انوعها لاثنين، ان في عندي قبه بيزنطيه زي الموجوده عندي على ايد الشمال، وقبه ثانيه اسمها قبه ساسانيه زي الموجوده عندي على ايد اليمين، سواء من خلال القطاعات او من خلال الواجهات او من خلال ترسم 3D، تمام، واطلع اسهم وايه واشرح عليها بمنتهى البساطه، تمام كده. يلا هنبدأ نشتغل دلوقتي.